وبيبدأ الفيلم سنة 1953 مع مجموعة أطفال بيلعبوا مع بعض في العلية، والواضح عليهم التوتر الشديد وإنهم ما يعرفوش قواعد اللعبة اللي داخلين عليها. لكن مع الوقت بيولعوا الشمع بتوعهم، وميري بتعرف صحابها إن هي خايفة جدا من اللي ممكن يحصل. بتحاول أنا إن هي تطمنها إن هي طالما جوه دايرة الملح هتفضل في أمان، لحد لما بيسمعوا صوت غريب جدا وطبعا بيخافوا. وبيحاول أليكس إن هو يتكلم بصوت عالي ويعرفهم إن هو مش عاوز يلعب اللعبة بتاعتهم. وميري بتخرج من دايرة الملح أول لما بتسمع الصوت المرعب مرة تانية، وبيحاول أليكس مع أنا يطلبوا منها ترجع بسرعة قبل ما يحصل لها حاجة، لكن للأسف مش بتسمع الكلام لحد لما بتظهر ايد مرعبة بتشدها في الضلمة. ومع الوقت بيسمعوا صوتها وهي بتصرخ، لحد لما بتشوف الدم اتغرق على الارض، وانا بتعرف الكيان ده ان هي مش خايفة منه ولا حاجة. وبعد شوية اليكس بيعرفها ان الساعة وصلت 12، وان الكيان المفروض هيختفي بعد 3 ساعات 33 دقيقة، ولان القواعد دي هي بتاعته. لكن بيظهر الكيان مرة تانية مع ميري اللي ماتت وراسها اللي اتقطعت، فالأطفال بتخاف جدا وبتنزل من العلية عشان يستخبوا في مكان تاني، لكن الكيان بيفضل يطاردهم. مع الوقت ده أليكس بيقرر انه يفتح الباب عشان يخرج من البيت كله، لكن أنا بتعرفه ان الهروب من البيت بيعتبر ضد قوانين اللعبة. وهنا بيقول لها انه مش هيقدر يفضل في المكان ده اكتر من كده، لكن لما بيطلع من البيت للأسف الكيان بيجي من وراه عشان يخلص عليه. وبتخلص اول لقطة في الفيلم لحد هنا. وبعد سنين بنشوف أنا بقت ست عجوزة، والواضح ان هي لسه متأثرة باللي حصل معاها زمان، لكن بتفضل عايشة مع حفيدتها واسمها لورا. والواضح ان علاقتهم مع بعض متوترة شوية بسبب الحالة النفسية بتاعت انا، لكن لورا بتكون اتعودت على الموضوع مع الوقت، وبتحاول تنيمها في السرير عشان ترتاح شوية. والجدة بتعرفها ان هي لازم تتأكد ان الابواب والشبابيك كلها بتكون اتقفلت، فبتوعدها ان هي هتعمل كده فعلا. وبتطلع على الصالة عشان تتكلم مع صاحبها في الموبايل، لكن بتستغرب لما بتسمع صوت جدتها بتتكلم في الأوضة. وهنا بنفهم ان هي حاطة جهاز تسجيل في الأوضة بتاعتها عشان تسمع جدتها لو احتاجت المساعدة، وتروح لها على طول وفعلا بتلاقيها صاحية. وبعدها بتسألها كانت بتتكلم مع مين من شوية، فبتقولها ان هي صاحبتها أليكس، فطبعا بتاخدها على عد عقلها وما بتفهمش حاجة، لان مفيش حد معاهم في البيت غيرهم. فبتحاول تعرفها ان صاحبها مايك هيجي كمان شوية عشان يقعدوا معاهم، والواضح عليها ان هي كانت مبسوطة من حاجة زي دي، هنعرفها مع بعض كمان شوية. وهنا بتفضل تتكلم شوية مع لورا، وبتقولها ان هي بتحب الورد جدا، لحد لما بتطلب منها المراية اللي كانت دايما بتستخدمها، فبتتحرك على الدولاب عشان تجيبها على طول. ومع الوقت بتعرف ان المراية مش في المكان دايما، فبتقولها الجدة ان هي ممكن تلاقيها في القبو بتاع البيت. وفي وسط الكلام كده بنفهم ان والدة لورا بتكون ماتت من فترة كبيرة. ففي النهاية بتخرج لورا من الأوضة عشان تتحرك على مكان الصندوق وتجيب المراية، وهنا بتشوف مكتبة مليانة ساعات، لكن الغريب فيها ان كلهم بيكونوا واقفين عند ساعة معينة. وبعدها بنشوف خيال بيعدي من وراها، فبتكون خايفة جدا لكن بتحاول ان هي تدور على المراية، وده عشان تخرج من المكان بسرعة. وفي النهاية بتشوف الصندوق اللي فيه المراية فعلا، لكن بتلاقي حاجات غريبة جدا، وبتفضل تتفرج على الحاجات اللي شافتها دي. وهنا الفضول بيزيد اكتر مع الوقت، وبتستغرب ان جدتها محتفظة بالحاجات القديمة دي كلها، لحد لما بتمسك المراية وبتنظفها. وقبل ما تبص فيها بيوصل مايك في الوقت المناسب، لكنها بتخاف جدا عشان بيكون دخل البيت بكل هدوء، وان هي مش متعودة على كده. وهنا الاتنين بيفضلوا يتكلموا مع بعض شوية، وبيستغرب ان هي دخلت على القابو على الرغم ان جدتهم كانت بتمنعهم ان هم يقربوا من المكان ده اساسا. في الاخر بتطلب من مايك يساعدها عشان يرجعوا كل حاجة في مكانها، وبيشوفوا صندوق تاني لسه مقفول لكنه تقيل جدا، وبيحاولوا يقنعوا ان هم يفتحوا الصندوق وده عشان يتفرجوا على اللي فيه، لكن لارا بترفض ان هي تعمل كده، لكن مايك بيحاول يقنعها بالطريقة وفعلا بيفتحوا. وهنا بيشوفوا ملاحة مع قلم رصاص وشوية شموع وورقة مكتوب عليها اسماء وجنبها نقط من الدم، وطبعا لارا بتكون مستغربة جدا، فبتلاحظ ان اسم جدتها وصحابها كانوا مكتوبين في الورقة دي، وكمان اسماء اخواتها اللي ماتوا مع صور اطفال، وكل صورة مكتوب في ظهرها الاسم والسن والحاجة اللي بيخاف منها. وفي الوقت ده بتيجي الجدة عشان تصرخ عليهم اول لما بتشوفهم فتحوا الصندوق، وبتقول لهم مين اللي عمل كده وطلع اللعبة اللي كانت مقفولة. وقبل ما تكمل كلامها بتقع على الارض وبيغمى عليها، وبيتصلوا بالدكتور عشان يجي ويطمن، وبيقول لهم ان هي كانت اتعرضت لصدمة عصبية مش اكتر، وادالها حقنة مهدئة. وهنا لارا بتكون لسه قلقانة، وبتعرف الدكتور ان هي اول مرة تشوف جدتها متعصبة بالشكل ده من سنين كتيرة، وكمان زعلانة على حاجة صغيرة. ولما بيسألها عن اللي حصل بالظبط بتقول ان هي كانت في القبو بتاع البيت ومعاها صندوق
في حاجات غريبة، وهنا الدكتور ملامح وشه بتبدأ إن هي تتغير. وفي النهاية بينزل المساعد بتاع الدكتور من الأوضة عشان يخرجوا من البيت، وبيفضل يتكلم مع الدكتور عن الست العجوزة دي، وهنا بيعرفه إن قصتها طويلة جدا لكنها شافت حاجات مش أي حد يقدر يتخطاها في حياته. وطبعا لارا بتفضل تفكر في اللعبة اللي مخبيينها الفترة دي كلها. وبالليل بنشوف الجدة بتصحى تاني من النوم عشان تدخل في الدولاب وتستخبى فيه، والواضح ان هي عارفة ان ممكن حاجة تحصل بعد شوية. وفي القابو بنشوف مايك مع لارا مصممين يشوفوا اللعبة لوحدهم، لحد لما بيشوفوا القواعد بتاعت اللعبة، ومايك بيفرح جدا وبيقرر انه يلعبها. وأول سطر بيكون عن كيان اسمه راجل منتصف الليل، واللي بيجي من كام خطوة هتعملها. وطبعا مايك بيقرر ان هو ينفذهم عشان يشوف الكيان ده فعلا. وأول خطوة بتكون عبارة عن أسمائهم في ورقة، وبعدها بيعملوا بصمة من الدم من صوابعهم، وبعدها كل واحد يولع الشمعة ويحط الورقة دي على باب البيت من جوه. وبعد لما يخلصوا كل ده يستنوا الساعة لما تيجي 12 بالليل ويخبطوا على الباب 22 مرة، وفي الوقت ده الكيان هيظهر لهم بكل سهولة. بنلاحظ ان الجدة كانت شايفة كل حاجة وبتكون مبسوطة من اللي بيحصل، لحد لما بيقروا اخر سطر في الورقة، وان الكيان ده هيفضل يطاردهم وان هم لازم يستخبوا منه. وده لحد لما الساعة تيجي 3:33 دقيقة، وللأسف مش بيعرفوا اللي هيحصل بعد كده لان الورقة بتكون مقطوعة ومش مكتوب الباقي. فبيرجعوا على الصندوق تاني، ولارا بتسمع صوت من الأوضة بتاعت جدتها، فبتقرر ان هي تروح على هناك عشان تشوفها وتساعدها، لحد لما مايك بيلاقي باقي الورقة وبيطلب منها ان هي تخلي بالها من نفسها لان الكيان دلوقتي حر في البيت، وبيقول لها ان هي لازم تحتفظ بالشمعة عشان تحمي نفسها. وقبل ما تفتح الاوضة بتاعت جدتها بتسيب الشمعة على جنب في المكان، ولما بتدخل الاوضة بتعرف ان جدتها مش موجودة. لكن الناحية التانية بنشوف ان الجدة بتطفي الشمعة بتاعت لارا وبتفضل تعد من 1 لـ10 وبتضحك نفس الضحكة الخبيثة. والناحية التانية بنشوف مايك بيفضل يقرأ باقي التعليمات، وان ممنوع حد ينام طول ما الكيان حر في البيت، والافضل يثبته على نفس المكان، وان لو الشمعة اطفت منك وعد 10 ثواني للأسف راجل منتصف الليل هيخلص عليك، ولازم تعمل دايرة من الملح عشان تحمي نفسك منه. وبعد شوية بنشوف لارا في الحمام والباب بيتقفل عليها مرة واحدة بطريقة قوية، وبيظهر راجل منتصف الليل من وراها، شكله بيكون مرعب جدا وبيرحب بيها. فبتفضل ترجع هنا لحد لما بتقع في البانيو، والدم بيكون في كل حتة على جسمها، والعجوزة بتفضل تقول في كلام غريب ومش مفهوم. وبعدها بيوصل مايك على الأوضة بعد لما بيسمع صوت لارا وهي بتصرخ، وبيستغرب جدا ان الجدة بتكون نايمة ومش سامعة اي حاجة من اللي بتحصل حواليها. بيدخل على الحمام بسرعة، بيشوف ان لارا قدامه، والواضح ان اللي حصل معاها كان مجرد خيالات مش اكتر، وبيهديها بسرعة. وبيعرفها هنا ان هي لازم تعمل دايرة من الملح حوالين جسمها، وبيسألها عن الشمعة بتاعتها فين، وبيقول لها ان اللي شافه في باقي الورقة المقطوعة، وان هي خطر جدا اللعبة دي عليهم. وبيحاول ان هو يجيب الشمعة بتاعتها مرة تانية وبيطفي الانوار، ولارا بتسأله على جدتها، فبيعرفه ان هي هتفضل في امان لانها ما حطتش اسمها في الورقة بتاعت اللعبة. وبعدها بينزل تاني على القبو عشان تاخد منه ازازة الملح، وبيعرفها ان هم لو انفصلوا عن بعض تحت اي ظرف لازم تحمي نفسها بدايرة الملح دي، وان الشمعة لو اتطفت منها لازم تولعها تاني بسرعة، وان كل ده بيحصل في وقت اقل من 10 ثواني، وان هو كان فاكر اللي مكتوب ده اي هكس وخلاص. لكنه جرب الموضوع ده بنفسه لما طلعت لجدتها، وللأسف طمع اطفى الشمعة بتاعته وفضل يعد من 1 لـ10 ثواني، وفعلا الكيان ظهر من قدامه عشان يعرف بيخاف من ايه. لكن قبل ما يحصل اي حاجة بتكون هي كمان طفت الشمعة بتاعت جدتها لما وصلت الأوضة، وفي الوقت ده قرر ان هو يولع الشمعة مرة تانية بعد ما الكيان كان هيخلص عليه وراح لها. ولارا بتعرف ان هما كده في مشكلة فعلا، لحد لما بتيجي صاحبتها كايلا وبتسألها لارا عن سبب وجودها في المكان، فبيقول لها مايك ان هو طلب منها كده قبل ما حتى يبدأوا اللعبة. وبيحاول مايك يقول لها عن اللعبة والقوانين بتاعتها، فطبعا مش بتفهم منهم اي حاجة، وبنشوف ان فاضل ساعتين على نهاية الوقت. وبتحاول تعرفهم ان هي لازم تنضم ليهم عشان تساعدهم في اللعبة دي، وبيعرفوا ان الموضوع مش هزار ولا حاجة زي ما هي فاكرة. ولما بتجيب السيرة بتاعت الكيان بيظهر من حواليهم والشمع كله بيطفي، فبيحاولوا ان هم يولعوه مرة تانية بسرعة، والجدة بتفضل تغني في الأوضة. وهنا بتبدأ ان هي تعمل الطقوس عشان تدخل اللعبة مع الشباب، لحد لما بتقول لهم ان هي عاوزة تشوف المراية بتاعت جدة لارا، وبيحاولوا ان هم يرجعوا تاني على القابو، والوحش بيفضل ماشي وراهم لحد لما بتيجي سيرة والدة لارا في الموضوع طبعا. وكايلا بتسأل عن اللي حصل لها بالظبط، فبتحاول لارا تعرفها ان هي انتحرت في البيت ده فعلا، ومحدش فاهم السبب في ان هي تعمل كده لحد النهاردة. ومايك بيكون فاكر ان القصة حاجة تانية خالص، فبتقول لارا ان جدتها اللي رفضت تقول الحقيقة للناس لانها كانت محرجة منهم، وبتعرفه
تفهم لارا ان هي شك اصلا في جدتها من الاول، وان امها ممكن تكون لعبت هي كمان اللعبة دي، لان جدتها كانت دايما بتستخدم المراية بتاعتها وبتقول في كلام مش مفهوم، وان الليلة اللي ماتت فيها والدتها جدتها كانت عادي جدا ومش زعلانة على حاجة، ولا حتى عرفت ان هي بنتها ماتت، وكان الموضوع بالنسبة لها بسيط جدا، وكمان كانت فرحانة لحد لما لارا بتبص على المراية بتاعتها، وهنا بنشوف الكيان واقف وراها فبتترعب جدا وبتصرخ، وبتحاول كايلا تهديها عشان تعرفها ان مفيش غيرهم بيكون في المكان. وبعدها بنشوف ان الشمعة بيطفي كل مرة واحدة، والشمعة بتاعت كايلا بيقع عليها مية، وده معناه ان هي مش هتقدر تولعها مرة تانية غير بعد فترة كبيرة، وبيقرر مايك ان هو يحطها في دايرة من الملح عشان تحمي نفسها، لحد لما يشوف لها شمعة جديدة، ولارا بتطلب منه ان هم يخلصوا من اللعبة دي ويحرقوها، فبيعدي الوقت وبتكون كايلا واقفة لوحدها في الأوضة ومرعوبة، لحد لما بيظهر الكيان من وراها وشكله بيكون مرعب جدا، بيعرفها ان هي هتموت بعد شوية، فبتطمنه ان هي في دايرة الملح ومش هيقدر يجي ناحيتها، لكن بيقرر ان هو يغش وبيطلق المية، لكن كايلا بتلحق نفسها بطريقة ذكية جدا وبتحط السمات حوالين الدايرة بتاعت الملح، وده عشان تفضل في أمان، لحد لما بترجع تاني على الصالة بنشوف ان الدكتور بيكون موجود في البيت وبيقول لهم ان في حاجات لازم تعرفوها عن الجدة، وان هنا بنعرف ان هو كان موجود لما كانوا صغيرين، والجدة انا بدأت اللعبة دي، وان هو شاف كل اللي حصل بعينه من سنين كتيرة، وان الجدة لسه بتلعب اللعبة دي ومش عاوزة تبطلها ابدا، لان راجل منتصف الليل بيكون مسيطر على كل تصرفاتها، وان كايلا بتكون في خطر حقيقي دلوقتي، لان الكيان ده ممكن يستخدم اي طريقة بالغش عشان يقتل بيها الضحايا بتاع اللعبة، ولازم يرجعوا عليها عشان يشوفوها. وفعلا ده اللي بيحصل مع كايلا، اللي بيترمي عليها المية عشان دايرة الملح تتدمر، وساعتها الكيان بيقدر يعرف هي بتخاف من ايه وبيخلص عليها، ولما بيتحركوا على هناك بيعرفوا ان هي ماتت فعلا، ولارا بتطلع تاني على العلية عشان تشوف صورة امها، وبتعرف ان هي كانت بتخاف من المرتفعات، ومع الوقت بتعرف لارا ان جدتها كانت قصدها ان هي تدخل الاوضة دي، وده عشان تفتح اللعبة ويبدأوا فيها، لحد لما بيعرفوا ان هم لازم يحموا نفسهم بالملح دايما. فهنا بتظهر الجدة في الاوضة عشان تتكلم مع الدكتور، وبيطلب منها تنهي اللعبة دي وتحمي حفيدتها، خصوصا بعد اللي حصل مع بنتها وماتت بسببها طبعا، وبتقول لهم ان والدة لارا كانت تستاهل اللي حصل معاها، لكن ده مش بيكون كلام الجدة، لكن للأسف كلام الكيان اللي كان واقف وراها وبيتحكم في تصرفاتها. وبعدها لارا بتطلب من الدكتور يدخل معاهم في الدايرة، فبيعرفهم ان هو كده كده مشاركش في اللعبة، لكن الجدة بتهجم عليه وللأسف بتفوته وبتموته بسبب الكيان ده. وفي الوقت ده لارا مش بتلاقي اي حل قدامها غير ان هي تخلص على جدتها بالمسدس اللي كان معاها، لحد لما بيظهر الكيان في وشها، وبنعرف ان فاضل 3 دقايق على انتهاء اللعبة. ولما بيجي الوقت ده لارا بتعرف الكيان ان الوقت انتهى ولازم يختفي دلوقتي، وفعلا ده اللي بيحصل. وبعد لما بياخد الجثة بتاعت جدتها بيخرج مايك من دايرة الملح عشان يشوف اللي حصل مع الدكتور، لكن في الساعة بتاعت الايد بيشوف ان الساعة لسه اصلا 3:30 مش 4 ولا حاجة، فبيفتكر كلام الدكتور ان الكيان ده ممكن يغش في القواعد بتاعت اللعب عشان ما يخسرش ابدا ويقتل كل الضحايا، لحد لما بيظهر الكيان عشان يخلص عليه، ولارا بتكون مصدومة من اللي بتشوفه، لحد لما بيظهر قدامها ويعرفها ان الوقت دلوقتي بيكون انتهى فعلا، وبيظهر بوشه الحقيقي ومحدش يعرف اللي حصل بعد كده، لكن بيخلص الفيلم لحد هنا.